وعنه تبريت وانت ما صدقت تسمع إشاعة لجلك إذا بحقك أخطيت عمر الشجر لا ينكر جذور القاع أنا مو أنا مو زعلان أنا شوفني مو زعلان أنا دنيا من الزعفرة خدها بديك أنا مو ولهان أنا أنا مو ولهان أنا دنيا من الولد محتاجك أبيك أنا مو أنا مراقص حبي ثاني الجراح منك وعاني مناقص حب ثاني الجراح منك وعاني الله يرضاني عاني تشرح بالكلام تقلب الدنيا على راسي وتروح انا معك ينفع عتاب ولا ملام وين اسافر عن عذابك وين اروح لا سبب تزعل وتشرح بالكلام وتروح لا معك ينفع عتاب ولا منام وين اسافر عن عذابك وين اروح انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شيء انت انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شيء انا مو ولهان انا انا مو ولهان انا انا دنيا من الولد محتاجك ابي انا مو زعلان انا شوفني مو زعلان انا انا دنيا من رخت بيديك أنا مناقص حبي ثاني الجراح منك وعاني مناقص حب ثاني الجراح منك وعاني الله يرضاني يعني مساء الخير مساء الأنوار أهلا وسهلا بالمشاهدين أينما كنتم وصحة فطوركم يا وجوه الخير وهذه الليلة 29 من ليالي رمضان في بي لايف إن شاء الله يا رب تكونوا مستمتعين بجلستنا هذه افتتحناها بصوت الجميل خالد حجار اللي راح يكون معنا خلال هذه الحلقة فأهلا وسهلا بالجميع أنا وساشا اليوم مساء الخير بلال ومساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا ورمضان كريم وأكيد اليوم ضيوفنا من عالم الغناء وأيضا من عالم التمثيل نجوم راح يزينوا حلقتنا مثل العادة إن شاء الله يا ربي ونرحبه مثل العادة بالمايسترو بسام بدور وأعضاء فرقته أهلا وسهلا نورين وأيضا بالشيف فؤاد شرف وفندق الريفيرا اللي دايما بيقدموا لنا أحلى الحلويات أهلا وسهلا فؤاد مساء الخير كيفكم؟ الحمد لله
بنبلش بلال من نرحب بأول ضيفة لليوم، هي أميرة بالتمثيل والحضور، تشربت الفنون والأدب والمثابرة من إرثها العائلة، وشرفتنا من الأردن الحبيبة، أهلا وسهلا براكين سعد. آتون خاتون ابنة السلطان ملك شاه، ملك ملوك الدنيا، لا تنتظر أن يأذن لها أحد. آتون، وهل تجرؤ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مولانا السلطان حين أرسل يوصي بتولية جعفر ولاية العهد، يعلم جيدا أن جعفر ابنك، ولا يلتقي نسبه مع نسب السلاجقة حتى لو وصلوا الآن. أميرة وطلعة أميرة، ما شاء الله، أهلا وسهلا. أهلين، شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. نورتينا، رمضان كريم. رمضان يعاد علينا وعليكم. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك راكين. الأميرة أتون بعدك حافظة لهلأ كل أدوارك، يعني كنا عم نشوف البلاير عم بترددي كمان جمالك. خبرينا أكثر عن المشاركة بهالمسلسل. بصراحة يعني أنا بحب أشكر الأستاذ إياد الخزوز اللي أتاح لي فرصة المشاركة بهذا العمل الضخم. الأميرة أتون من أحلى الأدوار اللي قدمتها لهلأ بمسيرتي اللي شوي صغيرة. هي أميرة بتهرب من قصر خالها اللي عايشة عنده حتى لما يصير بده يزوجها ابن أخوه الأحمق عشان تشوف أهلها بأصفهان، وبصير معها رحلة طويلة عريضة مليئة بالمشقات والمتاعب لحديت ما توصل على القصر، وبعدين نشوفها زي ما شفنا بالمشهد اللي هو من أواخر الحلقات. حلو. دور صعب كتير، حسينا انه كانت الشخصيه بتتطور جراجولي، وبعدين في هيك مطارح كان فيها شويه هيك جنون وبرفورمانس كثير عاليه، مطارح بتكون تهاديه ورايقه، فكان كريشندو حلو كثير. ثانك يو كثير. هي الشخصيه جد يعني من كتير صعبة وفيها كتير إيموشنز وفيها كتير مراحل، وأميرة بعدين جارية بعدين ميك اب توسيخ وحالة صعبة بعدين ترجع أميرة بعدين تفتل شوي بعدين شوي شوي جرادولي بتصير زي تركان أمها، فيعني كان فيها كتير تحولات وكان فيها يعني كتير صعوبات سواء بالتمثيل ولا حتى بجو التصوير. جو التصوير كان يعني مليء بالصعوبات، كنا بنصور بجو كتير شوب، وأول ما بلشنا كان كتير برد بعمان والأواعي كانت كتير خفيفة، فيعني بردت وشوبت وكذا. شفتك حتى على إنستغرام صور كتير من بينها صورتك أنت وأول سوبر ستار ميسا مغربي، قلتي بأنه ساعدتك كتير حوش on set. She was amazing. يعني هي كانت من أكثر الناس اللي دعموني on set. هي نجمة بمعنى الكلمة عن جد، وأنا يعني مش من نوع اللي بجامل أو بحكي أي إشي، هي جد كثير كانت تيجي لعندي وتدعمني وتآمن فيي وتآمن موهبتي ويلا وي كان دو ات. وتدعمك. واحنا اكثريه دوري يعني خصوصا بالجزء الثاني كان مع تركان. واتون يعني بتربطها علاقه مع امها مش عاديه، هي يعني بعيده عن امها من هي عمرها 5 سنين، بس انا بنيت بالشخصيه انه هي تتذكر لمحات بسيطة من أمها، يعني الطفل من عمر 5 سنين يعني أنا مثلا بتذكر أشياء كتير فيج، هيك بتكون فيج الميموري، فهي بتتذكر أمها ومليئة بالاشتياق لأمها وبتحب أمها بدون ما تعرف أمها هالقد، فكان في علاقة هيك كتير حميمية بين الأم وبنتها، ووجود ميساء كتير سهل علي هاي المهمة. يعني هي كانت كتير هيك تعطيني مشاعر، حتى لما تكون الكاميرا علي تكون عم يعني عم تعطيني المشاعر بالضبط نفس الشيء، والتمثيل بالضبط نفس الشيء، ويعني كثير. وهالعلاقه كمان عم نحكي عن القصه او بالتمثيل انه ما في حقد يعني كان يعني بين الطفله او الام، خلينا نقول لانه تركتك بعمر مبكر. أتقول هي لا، انه أتون شخص كثير هيك اميره بسيطه وحيده بدها تعرف ليه اهلها تركوها، بس بنفس الوقت متاكده انه اهلها بحبوها، يعني متاكده. هلا هي بس ترجع على القصر بعد بفتره بصير زي مشهد بينها وبين امها، بتكتشف انه امها مش البني ادم اللي جد هي كانت متوقعته، لانه هي بالمرحله الثانيه all what she wants is to be loved، هي من هي وصغيره كل اللي بدها اياه انها تنحب، هذا هو المفتاح تبع الشخصيه. لحديت ما بعدين تكتشف انه امها يمكن مش هذا البني ادم، بس بتضلها بدها تحاول ترضي امها، ترضي ابوها يعني. الملكه تركان معنا على الهواء. ميسا مغربي، مساء الخير. مساء الخير بلال، مساء الخير كل مشاهدي برنامجكم، وقول لهم كل عام وهم بخير،
مساء النور لكل الموجودين معكم الليله. الله يسلمك. واقول لكل الامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله يا رب عيدكم مبروك وينعاد عليكم. يعني I don't know how to answer this little star passionate is full of everything big بالفعل عن جد. انا كل بدي اقول انه راكين was a real star بسمرقند. انا عم بحضر المسلسل و I'm impressed و I'm very happy واعتقد ان هي رقم صعب في الدراما الرمضانية هالسنة واثبتت بجدارة انه هي ممثلة فعلا الى النخاع. قدرت تجمع في تلوين غريب احنا اتفقنا انا وياها على تريك على اتون بعد ما تتزوج وشفته كان مذهل. شفت انا 3 or 4 phases من اتون بياخذ العقل. انا يعني انا لا املك انه اقيم احد من زملائي حتى لو صغير اصغر مني بالسن سنه واحده بس انا ابدي اعجابي كواحده من الجمهور. ابداعي راكين عن جد ابداعي. يا الله ثانك يو كثير. يا الله انا هلا عن جد مبسوطه كثير. انا ميسا يمكن حنحكي عن تفاصيل الدور مع راكين اكثر لكن انت يمكن الدور اللي اكثر باقي والناس عم تحكي عنه على السوشيال ميديا لما التقيتوا مع بعض ولما رجعت بنتك للقصر فيمكن هيدا كان هيك. بس بقول لك بلال انا قبل ما توصل على هذا المشهد اول يوم التقينا فيه انا وراكين بس طلعت عليها كان نفسي ابكي لانها ذكرتني حالي بال 2006 وانا بعمل مسلسل اسمه اسوار 1 وكان مفرق او علامه يعني مفصليه بالنسبه لي في مسيرتي الفنيه. واو. بدي اقول لك اياها انه هالبنت الصغيره اللي عندك انا بشوفها صغيره كثير بحكم انها بنت ما الفرق بينها مش كثير كبير يا بالعمر بتطلع عليها بحس انه معجونه فن انه شي فول اوف باشن يعني بشوف حالي فيها عن جد يعني انا بشوف انه انا وياها من نفس الفصيله الفنيه فكانت قلقة كثير في هذا المشهد وجاتني مرعوبة ولا وكان في تعديل من الكاتب وهي ما كانت مقتنعة وأنا ما كنت مقتنعة وكانت خايفة وبتقولي ما يجي هذا المشهد أنا خايفة منه. قلت لها ما تخافي رح نعمله أور واي. واستأذننا الكاتب الدكتور محمد الطوشلي أنا أستغل الفرصة وأوجه له التحية على هذا النص الأكثر من رائع وطبعا بموافقة الأستاذ إياد الخزوز استأذناهم فخلونا نعمل المشهد على طريقتنا لأن هي كان معاها حق وأنا كمان هذا اللي حسيت إنه ما في أم ما حتعرف بنتها من عيونها حتى لو مش مبهدلة مش على صفة جارية أو هيئة جارية في شيء بينحس في مشاعر بتتحرك سواء داخل الأم أو داخل البنت في رباط مقدس بينعرف والحمد لله إنه لاقى استحسان الكاتب والجمهور وأنا أعتبره من أصعب المشاهد يعني أنا كان عندي خوف إنه هذا المشهد إنه أعمل دور أم لبنت صبية ممكن تصغرني بست أو سبع سنين وكيف يكون مقنع شكلا وأداء بس لما وقفت قدام راكين عن جد حسيت إنه بنتي صغيرة إنه بنتي ما حسيت إنه في شيء هيك يعني غريب عني. حلو كثير. قبل ما نختم بس ميوس هيك على السريع دورك طبعا انت شوي كومبلكس لانه الناس بيحبوك وبيكرهوك في نفس الوقت صعب فما خفتي شوي منه؟ التشالنج التحدي الكبير بلال بكل امانه مثل ما بديت اول يوم الى يومنا هذا انا بحس دائما على الادوار المركبه ما تستهوي الادوار الستيبل ايموشنيه او اللي هي فيها يعني ستاجناسيون فيها نوع من الركود لما ترسمنا منحنى الشخصية أوكي. حسيت أنه تركان دور معقد ولازم ياخذك على إكستريمز لازم تخلي الناس تتعاطف معك وتحبك ولازم تخلي الناس تكرهك. كان التشالنج التحدي الأكبر أنه أكون هاي المكسورة اللي بيتعاطف معها الكل لكن في نفس الوقت هي داخلها شموخ داخلها أنفة الملوك التي لا تكسر قدام زبيدة ما بتبكي قدامها مهما كان الموقف قوي لا تكسر حتى في قمة المواقف الصعبة هي دائما عندها صلابة عندها جفاف اللي هي داخلها مشاعر كثير متضاربة صح بتحب زوجها بس في نفس الوقت هذا السلطان الفلجوقي هو اللي استقطع الكثير من امتداد الامبراطوريه الفارسيه اللي هي جايه منها اللي هي بنت الامبراطور الفارسي فداخلها تحديات كبيره ومشاعر كثيره
وعندها شغف للسلطة وتعطش للسلطة، كثير شخصية مركبة، والحمد لله أن الناس حبتني وكرهتني. داور ماي تشالنج. ذا تشالنج، يو وان يو وان. ما شاء الله عليكي، ألف مبروك على الدور وعلى نجاح المسلسل. وكمان بلال، أنا بدي أهني كل 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 نجوم العمل، من أصغر يعني ما رح أقول أصغر ممثل، لما في ممثل صغير وممثل كبير، رح أقول من أصغر دور لأكبر دور مساحة، كلهم أبدعوا، يعطيهم ألف عافية. يعني بدي بارك للشركة المنتجة، للمخرج، للكاتب، لهاي النجمة الضواية اللي عندك اللي بتشع فعلا، بتمنى لها كل التوفيق من قلبي. لك بلال بقول لك مبروك على برنامجك، ربي يسلمك خلال الليالي الرمضانية، كل موجودين معك في بلاتو، وشكرا من القلب لجمهورنا الحبيب على امتداد الوطن العربي، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. شكرا. شكرا ليكي. بس بدنا نذكر المشاهدين بانه في عنا عملنا استفتاء لمسلسلات رمضان، تقريبا اكثر من 20 مسلسل دخل الاستفتاء وطلعوا التوب 5. من التوب 5 حنرجع ايضا نختار منهم ذا بيست مسلسل، لكن سمرقند طلع في المرتبه الثانيه. اوه اوت اوف 20 راح نشوفه خلال هذه الحلقه، مش هلا بعدين، هيك نكون شويه اخذنا اجواء وردود فعل الناس. طيب ماي بيوتيفل ليدي، حخبرك قصتي انا وياكي. انا عم بحضر من السمرقند لانه انا ميسا از ماي فريند، وانا اي لاف وات شي داز، ودائما بحب اشوف هيك وير شي هيد انتو. بتطلعي لي انت، اي واز لايك هو از شي، من وين طلعت لي هيدي؟ ف سيريسلي انه مش معقول كيف موهبتك هيك بتخطف الواحد. اول شيء انه كل السكريبت بعيونك، يو دونت نيد تو سي اني ثينج، الاكسبريشنز اللي على وجوهك وعلى وجهك، انا شفت مشهد واحد اي سيد ذيس جيرل از جوينغ سو فار ليتر اون ان شاء الله. فعن جد ما شاء الله عليكي. شكرا كثير عن جد. انا بس اسمع الفيدباك هلا عن جد كثير بنبسط، يعني حلو الواحد هيك بس يتعب ويشتغل يشوف ردة الفعل. بتعرف بلال كثير مبسوطة بكل يعني مبسوطة كثير بالفيدباك، وعم بتخليني هيك أحس بإيجابية وإنه بدي أكمل كون انتقائية بالعمل. عم بفتح كثير يعني، عم بفتح كثير، بس يجي حدا يقول لي كثير بنحبك سمرقند، هيك بكون إنه أوكي ثانك يو. حلو كثير، فيري فيري نايس. إذا في اتصال تاخذوه قول ألو. مساء الخير. مساء النور. مساء الورد والسرور، تفضل، مين معنا؟ معكم عبد السلام السعودية. أهلا وسهلا فيك، تفضل أخي الكريم. أبا أجل من أمثل الأمير حملة الحرة الله يطول عمرها الأردنية. عم تسمعك، تفضل. أهلا وسهلا. وهي طيبة وأنتم طيبين وخير. أهلا وسهلا. الله يسلمك، إيش حالك؟ تمام الحمد لله، أهلا وسهلا. شكرا لكم، كل عام وانتم طيبين وانت بألف خير. وانت بألف خير وصحة وسلامة، والسلام السلام السلام ثم السلام، هذا اللي بنتمناه لكل الوطن العربي، خصوصا في المملكة العربية السعودية، واللي صار أو اللي صار امبارح في العراق، يا رب إن شاء الله كل أهالينا يكونوا بخير وسلام و طمأنينة. فرح نكمل مع المشاهدين، وعندنا اشياء كثير نحكيها مع اميرتنا اتون وباقي ضيوف النجوم اللي راح ينضموا لينا بعد قليل. راح نروح على فاصل، لكن قبل الفاصل خلونا نذكركم بفزورتنا اللي يمكن من خلالها انكم تفوزوا بجائزه قيمه. فخلونا نشوف ايش السؤال. هو السؤال عباره عن اغنيه لنجمه كثير 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 كبيره، عم بسهلكم اياها، واذا لقيتوها ان شاء الله يمكنكم تفوزوا بالجائزه، راح تشوفوها بعد قليل. مايسترو. فوالا، هيدا بس مقطع صغير جدا للاغنيه، ان شاء الله تعرفوها، بس هذا فقط للمتصلين، لا تروحوا على صفحاتنا على السوشيال ميديا ولا شيء، فقط اتصلوا على الهواء، اخذ اتصالاتكم، فيني اغششكم، وان شاء الله اخر هذه الحلقه بنعلن عن الفائز وتاخذوا الجائزه. الجائزه عباره عن هيدا الخاتم الرائع من الذهب الخالص ابيض ومرصع بالماس، وتقدمت مجموعه مجوهراتي جابر. دونك فوالا، اتصلوا بنا على الهواء مباشرة وراح ناخذ الإجابة، وإن شاء الله يا رب تكونوا من الفايزين.
اما هلا رح نتوقف لاستراحه قصيره مع الاعلان، واكيد راكين رح يطول حديثنا اكثر عن غير ادوار كمان مشاركه فيها وضيوف جديد ونجوم بينضموا لجلستنا. خليكم برفقتنا بعد الفاصل. رجعنا لكم بلايف والليلة 29 من شهر رمضان المبارك. كيف طار هيدا الشهر ما بعرفش، كنا عاملين له ألف حساب لكن جاء وطار. ضيف خفيف ظريف، يا رب إن شاء الله هنكون استغليناه وعملنا شوية ديليت للأشياء اللي عملناها كل السنة ورجعنا ريفرشنج لننطلق بروح جديدة طيبة محبة تحب كل شيء حلو. والسلام السلام يا رب. نكملوا استقبال ضيوفنا ونجومنا لليوم. حبيتوه بطلته بأدائه المميز بصوته الشجي ومتواجد في أعمال كثيرة مميزة في هذا الشهر المبارك. نرحبوا مع بعض بالنجم عامر العلي. يا أختي، أنت موافقة تتجوزي شوكت باشا؟ لا. خليني أسمع منك مرة ثانية. لا ماني موافقة. سمعت؟ بنتك مانا موافقة. طيب بقى لحظة لحظة شيخ، خالد عليك لحظة. أبي سامعين؟ شلون شلون أنت شلون؟ لك يا أخي بنتك مانا موافقة تتجوزه وأنا ما رح أكتب الكتاب. أخي طول عمرك لحظة، استنى لحظة بس، خلي فوت اقنعها. أنا شو بدي طول بالي يا أبو قاسم على شو؟ فوت اقنعها لحظة واحدة بس. لا اسألها هون، بدي اسمعها أنا. حاضر حاضر. أبي زمرتي سمعتيني يا أبي؟ أنا أبوكي أبو قاسم أنا موافق إنك قلت لي جوزي الباشا، موافق أنت ما؟ قلي له، قلي له أخوك الشيخ ودي لك موافق، يلا قلي له، اسمع 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 شيخي تفضل ها. شوف يا أبي، إذا بتقلني بالذهب ماني موافقة. سمعت؟ شيخي عايزتر على عرضك لأنه أنا أعطيت كلمة للباشا مشان الله نتبادل وتخجني الدم خليه بصنا يومين. عامر أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا، كل عام بخير. كنت بألفي يا رب. عامر بتشارك ما شاء الله بكم عمل بهيدا رمضان؟ برمضان خمس أعمال هن فعليا، بس الأربعة اللي ظهروا في واحد ما يعني تأجل صدر الباز مذنبون أبرياء مدرسة الحب عبيرو الضباب هدول صدر الباز. أوكي صدر الباز هذا شفنا منه مقطع. كيف ما شاء الله لحقت عليهم كلهم؟ بأوقات مختلفة يعني. صدر الباز صورناه تقريبا برمضان الماضي. أوكي. يعني كنا بخلال فترة رمضان كنا عم نصور صدر الباز، مذنبون أبرياء وعبروا الضباب تقريبا بنفس الوقت، مدرسة الحب بينهما. فول كان وصدر الباز. حكينا أكثر مع ضيفنا كان المخرج تامر إسحاق وحكي عن العمل، بس خبرنا أنت كممثل ارتحت بالتعامل معه لتامر؟ أكيد لا. قديش هو صار حكي عن حاله خلال التصوير؟ شوفي تامر صديقي من زمان، بس هي أول مرة أنه يلا نشتغل يعني بالصدفة إنه و يعني صار في كذا مرة حكي بس ولا مرة زبطت. تامر بالعكس حدا كتير مريح كمخرج، هو مريح جدا باللوكيشن يعني متعاون ومريح أي يعني كممثل بيقدر يعني بيقدر واحد ياخذ راحته ما بيحس حاله متوتر. فلا تامر حدا عرفان شو بده بيعرف يعني، فمريح بالنسبة لنا كلياتنا كيف نشتغل. ف لا يعني ما حلو. هو بجوز شوي يعني مشاكس برا الشغل، بس لا بالشغل هو العمل. بتعرفوا بعض؟ تعرفتوا على بعض من قبل؟ جمعتكم احنا شو التجربة مع بعض؟ احنا التقينا، انا ذكرته شوي. التقينا انا قبل 6 سنين اول ما بلشت امثل، مثلت بمسلسل عمر. أوكي. مع المخرج المبدع العظيم الاستاذ اللي انا بيج فان الاستاذ حاتم علي. فاحنا ما التقينا بس كنا اشتغلنا بنفس العمل يعني. بنفس العمل. أوكي. يعني اول مره بنلتقى نحن شخصيا يعني. حلو. طيب اثنيتوا على ادوار بعض ولا ما حضرتوا بعض ولا شفت ولا ولا كذبتوا على بعض قلتوا حضرتوا وانتوا كنتوا ما حضرتوا بعض؟ هلا قصدك هلا بصراحه انا لك لا هي حضراني ولا انا حضرت. لا يعني انا حضرت حلقه من سمرقند. لا حلو كثير الشغل بصراحه، حضرتها امبارح يعني انا بعد ما عرفت
فت على اليوتيوب حضرتها خصوصي فقط يعني بس هلا سمرقند غير انه مسلسل مميز وناجح أكيد. لكن محظوظ ايضا موجوع على 30 مليون محطه يو كانوت ميس ات اذا انا عندي اربع مسلسلات بلا انا عندي اربع مسلسلات تابعت واحد بس اي طيب فوالا عرفت شو يعني انا بحاول تابع انه شغل مو الي برمضان بحاول شوف الناس الثانيين شو مشتغلين بقول لحالي انا خلي الناس تشوف تعطيني رايها بعدين انا بشوف على راحتي فيما بعد انا كان مسلسلات الي بالصدفه احضرت واحد منهم الباقيين ما قدرت احضرهم حاولت احضر غيري بالنهايه في كثير اعمال هي صح وعاده ما بتحب تحضر حالك صحيح أنا هالشيء؟ ايه صراحه ايه ما بحب وبالعرض حالك. الاول كمان تحديدا لك شيء انا ما بحب صوتي مثلا مع انه الناس دائما بتثني انه صوتي حلو بالحكي طبعا مو بالغناء بالحكي بيس حلو كثير ايه انا ما بحب لما بسمعه لما بشوف حالي ايه بتلبك بفضل اني ما اشوف حالي اول مره يعني بفضل اني اشوف راي الناس بعدين بشوف حالي يعني بصير بقى بقارن وبشوف بقدر اشوف وقتها بحياديه بس لاول مره لا ما بعرف بشوف حالي دائما غلط اذا شفت حالي اول مره دائما حالك يعني من اول فورا مرة. فلا بفضل اسمع الناس اذا قالوا حلو كثير بتفرج بستمتع فيه طيب اذا ما عجبهم شو بتعمل؟ اذا ما عجبهم إيه؟ بتفرج بكون حيادي طبعا يعني اذا ما عجبهم بشوف وين الغلط بقى انا وين غلطت باي نقطه بحاول انه مره ثانيه انتبه لها اكثر بس هيك يعني حلو هي دائما يوجولي الواحد هيك بس يشوف حاله بصير يشوف اشياء يمكن الناس ما بتنتبه لها ينتقد اشياء انه هي انا هون عملت هيك بس طلع العكس او فشوي بيكون هاد فاجمالا بتحبوا تشوفوا حالكم مع الناس؟ مع الناس لا انا أي. انا مع الناس لا بس لحالي دائما بحضر كل شيء بشوفه لا كان لازم انا بفضل مع الناس لا بحس لحال بالضبط وخصوصي انه الناس بدها تحاول تكسر الموضوع فبتضل تصير تمزح أي. بالموضوع فبتصير القصه كلها عباره عن مهرجان بقى ما في داعي له مش ضروري مع الاتصال ناخذه الو مساء الخير مساء الخير بلال مساء النور والسرور مرحبا مرحبا بك خويا وش رايك تابع لا بس يعجبك الله يسلمك وانت زاد اصحى فطوركم الله يسلمك يعيشك وتحضر طن تحضر عامر تحضر ضيفه صحشه تحضرها صح فطورك حبيبتي كامل الله يسلمك ودائما نتبعوكم اكيد بلا ما نقولوا لك نحبوك ربي يسلمك وربحت معك ديجا دو فوا وفي اليوم تغششني يا نغششها ما كاش مشكل مايسترو في عنا بنت بلادي لازم نغششوها ايه اوكي نرجع طيب اوكي بعطيك احتمالات وانت قولي اي واحده اوكي نرجع نسمع المقطع مع بعض نسمع المقطع مع بعض ونعطيك احتمالات اوكي اوكي نعطيك ثلاث احتمالات وقولي لي اي واحده يا يلا قولي اوكي اول شيء باش نسهلها هي الاغنيه اللي ربي يرحمها ورده ورده اي بعطيك احتمالات اوكي اوكي الاحتمالات في يوم وليله وحشتوني او رحاله نقولوا نبدا برا انت بداي وانا نكمل رحا هكا هي الاغنيه اسمها رحاله اوكي رحاله انت حابه ترحلي دي عندكم فيها لبنان مرحبا اهلا وسهلا طيب اذا كان اذا كانت اجابتك صحيحه ان شاء الله بنحطك نحط ندرج اسمك في القرعه بس اعطيهم للشباب الاسم بالكامل وان شاء الله يا ربي أوكي. اذا كان اسمك صح اذا كانت الاجابه صح بتكوني معنا وتعرفي اخر هذه الحلقه اذا كنتي رابحه ولا لا اوكي ميرسي ليك شكرا جدا مكملين ونكملوا في استقبالي واستضافه نجومنا لليوم صوت مميز افتتحنا به هذه الحلقه وراح نستضيفه حالا النجم خالد حجار
شهر تجلى لنا بالنور والقرآن، رمضان حل بنا يا مرحبا رمضان. شهر تجلى لنا بالنور والقرآن، بالحب قد صمنا جل الذي سوان، بالحب قد صمنا جل الذي سوان. عطفا يا مولاي رحمك يا رحمن، عطفا يا مولاي رحمك يا رحمن. أنعم بمغفرة فنعيمون برضاك. زادت خطايانا وازداد عفوكم، أوطأت أوزارا في بحر عطفكم. زادت خطايانا وازداد عفوكم، أوطأت أوزارا في بحر عفوكم. مولاي جد برضاك وامنن بفيض عطاك، مولانا جد برضاك وامنن بفيض عطاك. رحمك يا مولاي عفوا يا رحمن، رحمك يا رحمن عطفا يا مولاي. أنعم بمغفرة فنعيمنا برضاك. خالد حجار نجم موسم ذا فويس في الموسم الثاني. مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورتنا. شو الاخبار؟ مشتاق لكم. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم. رمضان ينعاد عليك بالخير والصحه ان شاء الله يا رب. خليكم. شو الاخبار؟ كل ماشي الحال؟ تمام. شو الاغنيه الحلوه هيدي حبيبتي؟ هاي عملتها بمناسبه رمضان. الله عليك. شهر رمضان. عملتها السنه الماضيه بس نزلت مؤخر شوي، فما كثير اخذت حقها. فقلت نغنيها باعتبار هلا رمضان، نهديها للناس يسمعوها شهر المغفرة والرحمن والشغل الصيام، والناس هيك تصفي قلبها مع بعض وتعطي حب حلو كثير في كل الوطن العربي طبعا، مش بس بسوريا. نتمنى هالشيء يصير بسوريا كل بلادنا العربية. من كلماتك وألحانك ولا تعملت مع حدا فيها؟ لا، كلمات وألحان صديقي عصام، ساعدت معه بأشياء وتوزيع المايسترو شيرو منان، صديقي وجه له تحية على الهواء. اكيد رح نتابع جلستنا. بناخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور اخت عشا. مساء الورد. مين معنا؟ معي ساره من الجزائر. ساره صح فطورك. الله يسلمك ويجي زاد اختي حنونه. اهلا وسهلا. رمضان اهلا بك. اهلا بك بلال. وي وش رايك؟ سافا صح فطورك. الله يسلمك. صافي بليزك راني نهضر معاك والله العظيم. الله يسلمك ويحفظك بنت بلادي، ربي يحفظك. ميرسي. يسلمك، راك منورنا انت وكامل ضيوف ديالك. الله يسلمك. وبيان سيغ الضيف ديالك من سوريا، نتمناو لهم ان شاء الله ربي كما يقولوا يفرج عليهم. يا رب ان شاء الله، هذا اللي نتمناوه في هذا الشهر الكريم. الو ساره. فوتي معنا في المسابقه. بيان سيغ. والاجابه شنو هي؟ رحالة ولا جو كوا. رحالة ولا في يوم وليلة ولا وحشتوني، واش تخيري؟ رحالة ولا يوم وليلة؟ ساعدني. ولا وحشتوني. وحشتوني. أنت اختاري ولا؟ ألو. وي. عاود لي. وحشتوني، رحالة ولا في يوم وليلة؟ ما
أنا نشوفك قولي وحشتوني. مش عارف أنا توحشتكم بس أحنا شي وحشتوني. ما حالة. اوكي يا سارة ان شاء الله يا رب تكوني من الفايزين. باي 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 ميرسي بوكو سارة. خالد كنا عم نحكي شوي عن الاعمال الدراميه وانت حاضر بالدراما اليوم من خلال كمان اغنيه تعبان مش بالايد اللي مرت بمسلسل مدرسه الحب اللي كان لها كمان مشاركات لمطربين كتار، كيف بتقيم هالمشاركه؟ مشاركه بالتجربه الاولى انا بي بي بال بالوسط الدرامي انه اقدم عمل جديد، فهذا انا كثير كنت مبسوط منه مع المخرج صفوان نعمه، وعمل جدا جميل كمان، كان من الاعمال المهمه، يعني انا اعتبرت هذا العمل اظهر لي صوتي بطريقه يعني جديده غير اللي غنيت كثير اغاني، عندي اغاني من اول، عندي 7 اغاني، عندي اغنيه اول وحده عملتها، عندي يا زمان، عندي بتقسى هيك، عندي من قلبي قريبين، عندي عملت مؤخرا ميت موت سكر شرياني، وعملت مرحبا رمضان، وعملت للطفل الغريق اللي كان الله يرحم كل اطفال الناس سوريا، عملت له اغنيه طفل الغريق. عندي 7 اغاني وعندي بحصيلتي 4 اغاني جدد لسه ما نزلوا على السوق، وان شاء الله قريبا يعني. طيب نشوف شو عم تحضروا في هذا الموسم الرمضاني. عامر قال ما عندوش وقت يحضر اي شيء ولا عم تحضر شيء. عم بحضر بس ما قلت لك شو عم بحضر. ليش؟ ما سالتني. طيب شو عم تحضر؟ شو عم بحضر؟ كنت عم بحضر كم مسلسلات، حضرت الندم كمسلسل سوري، وحضرت نص يوم، وحضرت افراح القبل المصري مسلسل كثير حبيته، وبالصدفة حضرت مسلسل مذنبون ابرياء اللي هو انا مشارك فيه. بالصدفة؟ ايه يعني كان موجود قدامي. حضرت هدول ركي شو حضرتي؟ تابعت سقوط حر اول كم من ابيسود. لانك ما بتحبي نيلي كريم ابدا؟ ابدا بموت عليها كثير، يعني بحب شغلها كثير، يعني فعلا هي ممثلة اثبتت نفسها بجدارة يعني، او حلو كثير الستايل اوف اكتينج تبعها كثير، وكثير صادقه صح بادائها صح. تابعت حلقه من افراح القبه، كانت اول حلقه حضرتها، واو يعني الاستاذ الكبير العظيم محمد ياسين يعني عاملين فانتازيا مفتقدينها احنا يعني واو يعني الاخر في وان شوت باول مسلسل اول فتحه تاعت يعني هيك بالضبط عملت واو. شو كمان؟ ومسلسلات يعني بتابعهم يعني حضرت سمرقند وعندي مسلسل كوميدي الكوميدي ايه لوكال عن دورك غنوة يعني هالقد اثرت بالناس وغنوة المهضومة هالشخصية المحببة عند كتار فيميل هو هذا الجزء الثالث فيميل اونلاين شو عليه نسبة مشاهدة كثير عالية عندنا بالأردن وبالمنطقة بعمل شخصية غنوة اللي هي بتكون أخت رجائي غنوة هي أخت العريس كانت بأول سيزن وبعدين بتتطور الشخصية من بنت صغيرة بالمدرسة لحديت ما تكون بالجامعة هلأ بهذا السيزن هي شخصية غريبة الأطوار شوي بتحط كتير ميك اب وبتلبس كتير بيحكوا عنها سايكو وغريبة مع أنه أنا يعني ما بشوفها هيك لأنه بحبها بس وشخصية كوميدية لذيذة يعني حلو حلو كتير. خالد ما سألناك شو عم تسمع شو عم تشاهد. حضرت كل المسلسلات عني. حضرت كل المسلسلات. أنا بصراحة مثل أخي حضرت نفس المسلسلات بصراحة بس من عدا المصري. أوكي عم تحضر الندم على قناة واحدة وعم يعدوا ورا بعض. أوكي. يعني الندم نص يوم شو كان؟ مذنبون أبرياء مذنبون أبرياء لازم حضرته وحضرت سليمو كمان بيجي معهم سليمو حريمو سليمو حريمو أوكي أوكي طيب إحنا أيضا طلبنا من المشاهدين حابين نعرفوا شو عم يحضروا وشو حضروا أكثر شيء فطبعا ما قدرناش نحط كل المسلسلات لكن حطينا يمكن حسب اللي عم تتداولوا أكثر شيء الفضائيات لأنه طبعا في السباق الرمضاني بتكون أعمال جدا رائعة لكن تكون مظلومة أو الناس ما بتشوفهاش بتاخذ حقها بعد السباق الرمضاني. شوفوا هذا التقرير اللي من 20 مسلسل تقريبا نزلوا ل5 مسلسلات من الخمسة رح نختار التوب 1 غدا إن شاء الله أو بعد غد في يوم العيد نشوف مع بعض.
بعد أسبوع شهد على حدة المنافسة بين المسلسلات الرمضانية التي عرضت هذا العام على الشاشات العربية. إليكم المسلسلات التي احتلت المراكز الخمسة الأولى بحسب تصويت جمهور في لايف. مسلسل نص يوم بطولة تيم حسن ونادين نسيب جين ومن توقيع المخرج سامر البرقاوي. مسلسل فوق مستوى الشبهات بطولة يسرى وإخراج هاني خليفة. مسلسل الخنكة بطولة غادة عبد الرازق ومن توقيع المخرج محمد جمعة. مسلسل سمرقند بطولة عابد فهد، ميساء مغربي، يوسف الخال، ركين سعد وأمل بشوشة ومن توقيع المخرج إياد الخزوز. ومسلسل الأسطورة بطولة محمد رمضان ومن توقيع المخرج محمد سامي. حسب اختيار المشاهدين في الاستفتاء اللي كان على صفحتنا على الفيسبوك واللي صار له أسبوع، وصلنا للترتيب التالي. هذه الخمس مسلسلات اللي راح يكون عليها السباق خلال الأيام اللي جاية، فقولوا لنا تقريبا إيش هو المسلسل: الأسطورة، سمرقند، الخانكة، فوق مستوى الشبهات، ونص يوم. إيش هو المسلسل بالنسبة لكم تفوق على باقي المسلسلات؟ شو؟ شوف ضحكتها بالتقرير. عشان سمرقند يعني. عم شو لمين بتصوت؟ هلا ما فيني اقول لانه انا ماني متابع باقي المسلسلات، يعني من الخمسه هذول شفت شايف بس نص يوم. اوكي ما قدرت اتابع. انت شايف عدد المسلسلات الموجوده هالسنه؟ بعدين في نقطه، احيانا توزيع العمل لقنوات محدده باوقات معينه بيساعد بانه الناس تشوفه. في اعمال كثير بتكون حلوه كثير بس بتنظلم بالتوزيع، وهذا الناس احيانا بتخربط فيه. هذا ما له علاقه بجوده العمل او لا، هيدا قضية تجارية بحت لها علاقة بالتوزيع فقط. يعني ياما في أعمال كتير ماتت وفي أعمال كانت ما كتير، يعني بالمقابل ما كتير مهمة بس أخذت ضجة أكثر لأنه انعرضت بوقت أحسن وكذا. صح. يعني أنا بهذول الأعمال ما فيني أقول لك شيء لأني شايف بس واحد منهم. أوكي. بس أنا بتخيل سمرقند، يعني واضح من المشاهد واللي شفته امبارح أنه هو عمل مختلف كتير ومهم. باقي الأعمال الثلاثة المصريين الباقي أنا شايف أفراح القبة بس، واللي انا بعتبره شيء مختلف ومهم جدا جدا جدا، وما بعرف المقارنه مع هدول الاعمال شو ممكن يكون. بس بالنهايه مثل ما قلت يعني الناس هي اللي بتقرر. اي وحتى المسلسلات في ناس يمكن مثلا افراح القبه بحس انه يمكن نخبوي بالضبط، له نوعيه الناس، ناس المهنه، الناس اللي شويه بمستوى معين اللي بيحبوا هيدا الاشياء. واشياء شعبيه، ناس شعبي بيحبوا احيانا قصص ابسط واخف وهيك يعني. صح. اوكي يلا بنشوف شو محضرنا الشيف. If you don't mind. يلا تفضلوا. يلا اسالك سؤال بلال. تفضل حبيب القلب. اخر مره وين شفنا بعض؟ شفنا بعض في المغرب. براف. ايوه شفت خبيب صح. ذاكرتي قويه، ما تخافش ما تخافش. تفضلوا. ما بينسى. ايوه كنا مساء الخير سنور. مساء النور. مساء الخير موازين اكيد حبيبي. مساء الخير وسهلا. كيف يلا الحمد لله. رحلة اتصال. الو مساء الخير. مرحبا يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. والله يعافيك عليك وعلى كل ضيوفك. وعليك يا ربي بالخير والصحة. من معنا؟ رشاد محمود. أهلا وسهلا يا أستاذ رشاد، تفضل. هذا الاتصال الثالث لحضرتك. الله يسلمك ويحفظك. حبيت شارك بالمسابقة. أكيد تفضل. بختار رحالة. تختار رحالة، شكرا لك. إن شاء الله يا ربي تكون بالفايزين. بعد عليك. شكرا. السحب راح يكون اخر هذه الحلقه. شيف فؤاد بونسوار. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. كتر خير الله الحمد. شو محضرين؟ اليوم حاضرين في كثير اصناف. بتحبي وين بدك نبلش يا ساشا؟ من هون ولا من هون؟ هون. اوكي اليوم حاضرين مالح وحلو. اوكي عندنا شوي هون. اول شيء بلشت بالحلو. مثل ما شايفين عندنا هون الموس هو عباره عن فرومبواز مع البلو بيري، معمول كومبينيشن مع بعضهم. وصلت صراحه لهيدا اللون اليوم هيك عم بجرب، طلعت معي هيدي الشغله وبعتقد كثير طيبه. ما دقتها قبل بس بحس بتطلع طيب الكومبينيشن اللي معموله. هون عندنا التشيز كيك. اوكي مثل ما شايفينه هون. هون محضر الكارت كيك مع البنانا والشوكليت والتمر. مع صوص كراميل. فيز تفضلوا. تفضلوا. هون محضرين الصفوف بطريقه جديده، بطريقه مش مشويه بالفرن، مقليه بالفرن بايدك. الصفوف
مقلية مش مشوية، عادة بتنعمل بالفرن، اليوم عاملينها مثل بانيه وبالمقلية بالزيت مع الكريم بيستاش على الوجه. نجينا عم بدور شو بدها تختار. أنا عم بدور كثير منظر يعني مشهي. هون هيدي بلشنا بالمالح. اوكي. محضر عسملية مع متبل الباذنجان على وجه الكروساي. تشيز كيك. تشيز كيك. يلا تشيز كيك. اوكي هيدي مثل ما شايفينها هون. هون حضرت كبة دجاج مع متبل الباذنجان على وجهها كمان مع الجروزاي، الجروزاي بيعطي طعم تحامض معها بدل الرمان، عادة تقاليد كلنا وين ما بنحطه متبل تلاقيه على وجهه رمان، نحن حبينا نغير نحط الجروزاي. كبة لحمة مقدمة مع حمص بطحينة على وجهها وكمان الجروزاي ولبس الرمان بقلبها. يا الله جميل. وهيك بتكون تشكيلتنا اليوم صارت هيك جاهزة. حلو. بدنا نعرف من ساشا شو رأيك بالمالح اليوم؟ طب صحة وهنا. شايف قال لك سر، انا جيت ماني كنت فطران صايم. اوكي. جيت اكلت سندويشه هالقد هيك هيك اكثر من هيك حاجه. اوكي. هيك هلا بندوق معنا لكن الكبده اكيد 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 ما كلت تبلش بالحلو. ايه اكزاكت. شو هيك زي هلا بالمالح فورا. كان بدنا نروح على فاصل ناخذ الو. الو مساء الخير. مساء الخير بلال. مساء النور يا امنيه، اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله الله يسلمك، انت كيفك؟ انا الحمد لله. حتكلم معك سوداني بتفهم. اول حاجه امبارح كنت منور ربي يسلمك، وكمان اول امبارح منور وحاولت كثير اتصل عليك بس ما نفع. ربي يسلمك ويحفظك وتحياتنا لكل اهلنا في السودان. ايوه وكثير هنا معجبينكم كثير شديد ببرنامج ببيروت، وانت ببيروت لايف وبنتابعكم وبنحبك شديد. شكرا شكرا حبيبتي، شكرا الله يسلمك ويحفظك. تفوتي معنا بالمسابقة؟ كنت عايزة عشان أقول لك كل سنة وأنت طيب وعيد فطر مبارك عليك. وعليك يا رب. وحابة أسلم على ساشا. هي بتسمعك، تفضلي. مساء الخير، ينعاد عليك يا رب. ساشا ساشا ساشا. ويخليك يا رب، كل عام وانت بخير ودائما منورين الشاشه يا رب. وانت بالف خير وصحه. شكرا. انا كثير بحبك انت وبلال ونانسي كثير، وهنا بحبوكم وعندكم شعبيه بجد كثيره شديد ولبرنامجكم. شو اخبار الكبه؟ وبنحبكم اكثر وشكرا للمتابعه وللمشاهده. شكرا، الى اللقاء. طيب رح نتوقف دقايق قليلة مع الإعلان وبنرجع منتابع جلستنا الرمضانية مع نجومنا وضيفي كمان جديد تنضم لنا بعد الاستراحة القصيرة مع الإعلان. رجعنا لكم. هذه التصاميم اللي موجودة اليوم رح نشوف الكثير منها للمصممة هنادي عبود، رح تنضم لنا خلال هذه الحلقة، فكونوا في الموعد. أما الآن فتتزين هيك جلستنا بوجهة جانا خصيصا من المغرب، ممثلة وعارضة أزياء وصاحبة ألقاب جمالية كثيرة. حضورها في هذا رمضان ما بعرف إذا حبوها النجوم فيه، يمكن البعض منها تغاظ منها كثير لأنه كانت مع رامز اللي حرق كل الناس فادي جمال.
غالي، اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك. شو الاخبار؟ رمضان كريم، ينعاد عليك بالخير بالصحة والهنا ان شاء الله. كيف كان رمضان معك؟ رمضان كان رائع صراحة، هيدا الشهر ما عرفش طار بسرعة والحمد لله كان خفيف ظريف مثل ما بيقولوا. وان شاء الله الصيام مقبول لنا ولكل المسلمين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وعليك يا رب. كنا قاعدين مع فريق البرنامج نحاول نحضروا لك شيء مقلب، لكن للاسف الشديد ما كانش عندنا الوقت. رجاكم لا على فكرة انا كان خاف بزاف. لا كثير كثير بخاف من المقالب و... وعملتي مقالب في الناس انه يعني شاركتي في المقالب معنا، فاتي خبرينا شوي كيف كانت تجربتك مع رامز. عن جد كانت كثير كثير رائعه واستفدت منها كثير، لانه بتعرف مثلت بس هيدا مش تمثيل، يعني ما في اكشن وكات، يعني ممنوع الغلط وانتم بتشتغلوا باللايف وبتعرفوا انه صعوبتها كثير، وكيف اذا كان الضيف ما بيعرف انه برنامج وما بيعرف انه مصور فبيكون سبونتاني وبيطلع منه اشياء، فلازم الواحد يكون عنده كنترول على الضيف. مين اكثر ضيوف حسيتيه هيك يعني على غفله رح يعرف انه هيدا ضرب؟ شو اسمه؟ الخليل كوميدي، لانه كسر الازاز وورا الازاز كان في كاميرا وكان في شخص، فهيدا خوفنا كثير فضليت انا ماسكه فيه لانه استدركت الموضوع دغري. ايه فكان تصرف غلط في وقت غلط فضليت ماسكه فيه. اوكي ما درست نذكر المشاهدين انه فتي جمالي اكيد كلكم شفتوها، هي اللي كانت بتحاور النجوم في المقلب وكانت هيك تمثل عليهم انه هي اعلاميه عندها برنامج وجايه تحاور النجوم. اختي كيف طاوعك قلبك تعملي مقلب في سميره سعيد؟ حرام كيف الديفا بتاعنا سموره ولا العظيم، بعد كل حلقه بطلع من الغرفه وانا بتحسر بقول حرام، يعني انا بعمل هيك في الناس؟ منك لله يا رامز، يعني بعمل هيك حرام يا رامز، انت وصلتني اعمل هيك في الناس. على فكره انا اول ما حكيوني ما كنت عارفه شو هو البرنامج، اول ما وصلت على الطابق 26 فتح الاسانسير بلاقي رامز بوجهي، انصدمت لانه انا من الاشخاص اللي لما كنت بحضر رامز بقول يعني انا اذا كنت مطرحهم بموت، انا عندي جو سوي كلوستروفوب وبخاف من كثير قصص، فكيف تجرأت وعملت هالشغل يعني. طيب قبل ما نشوف مخاطر الشغل هيدا كيف هي. اذا كان في مخاطر حقيقيا ما بعرف الشباب وراكين اذا حضرتوه وشو رايكم؟ هلا انا حضرت السيزونز اللي قبل للاسف هذا رمضان يعني ما كان عندي وقت اني احضر، بس شفت مقتطفات انه اللي بالاخير بس يعرفوا انهم مقلب، يعني الله يعين الفنانين اللي تعرضوا لهذا الشيء، تعرضوا لشيء زي هيك يعني كثير بخوف صراحه. هلا انا بهذا السيزون حضرت بس حلقه امبارح اللي هي تبع ستيفن سيغال كانت. انا بصراحه بلال انا ما بحب هاي البرامج، يعني انا من يومي ما بحب الكاميرا الخفيه اللي بتتمسخر على الناس بهي الطريقه، انا ما بحب. يعني بحس انه في كاميرا خفيه تكون طريفه خفيفه كثير وبيكون الموقف كثير لطيف، اما هي الاوفر كثير الى ناس اللي بنهايه بتشد كثير وعم تجيب ريتنج يمكن كثير عالي، بس انا ما فيني اتفرج عليه لانه انا ما بحب اتمسخر على الناس، ما بحب ضايقهم او اقهرهم او احطهم بمواقف يبين فيهم الشيء اللي يمكن ما بيحبوه. عرفت شو؟ فانا ما ببين جانب كمان من الفنانين، يعني انا امبارح هلا هو بالفنانين يمكن هو هذا الهدف تبين شيء اللي مش متعودين يشوفوه. طب ما هو شو الهدف؟ ما هو شو الهدف؟ انه ليش لا يبين هذا الشيء؟ هلا بغض النظر هن الفنانين في غير برامج ما بيكونوا فنانين، ناس عاديين يعني. انا ما بحب اتمسخر على الناس. واذا عملوا فيك هذا المقلب شو بتعمل؟ هلا بالنهايه بدهم موافقتي اللي حطوا للحرقه. ايه بس انه خلص يكون عملوا المقلب وقع قلبك. هلا لا يعني ليك يمكن تصير، بس بالنهايه انا ماني كثير حدا بخاف. يا فنص يعني. اذا عملوا فيك المقلب وقالوا لك بعد ما هيدا توقع بنعطيك شيك كبير حتقول لا مبلغ حرزان. يا عامر هي ليكني عم اقول لك لايف انه انا ما بحبها، مشان بكره اذا صارت 50000 دولار حلوين يا عمي، اذا صارت 100000 دولار حلوين اوكي
ما هيك هي بس بدك تقول لي قبل بدك تقول لي قبل بدك تعمل في مقلب عشان اظبط لك اياها ظبط الصوره اكثر بس ظبط ما طلع كثير شغلات يعني مبين حالي شجاع مثلا بحاول انقذهم للصبايا فاتي انت من تركيا شو كان عندك هونيك معقول تجربه تمثيليه؟ ايه عندي بصور فيلم تركي وهو انتاج تركي ومخرج تركي وفي كمان ممثلين عرب فبتكون أو بيكون اول فيلم سينمائي تركي باشتراك مع ممثلين عرب وان شاء الله راح ينعرض بالسينما بتركيا وكمان بلدان عربيه ومهرجانات ان شاء الله حلو هذا اللي مشاركه فيه معك مريم حسين كمان اكيد مريم حسين حلو حلو كثير فيري نايس هذه يمكن اول تجربه هيك تخوضيها بشكل نغزو شوي احنا نغزو تركيا لانه صار بنحضر بنتفرج بس على الاتراك فبدنا اياهم كمان يحضرونا هن كمان يحضر اكيد إيه؟ اكيد طيب بس قالوا لي انه بس اذا بس تنقفل على موضوع رامز ما نرجع له بس الشباب عم بيحاولوا يسالوا اذا صار فيكم انتم شيء حرق شعرك انا شايف شعرك سليم كله تمام صار في شيء هيك شيء خطيره ولا لا اشياء خطيره كنت بتختلقوا شوي اي لا في في عن جد في حلقه بعد لما خلصت الحلقه اغمى علي لانه من شده عن جد انه النار مش مثل ما بنشوف بالتي في انه بتبين انه نار وعادي بس كثير نار كثير قويه حتى اغلب الاوقات انا بكون مخبيه وجهي لانه بحس انه وجهي عم يحترق وكل ما زاد الوقت كل ما ببطل في اكسجين بالغرفه فموقف ما بينحسد عليه يا بنتي ليه بس انت مالك ومال الحاجات انت لا بس على فكره تجربه كثير حلوه واستفدت منها كثير عن جد اي لانه لو كان صار فيكي شيء ما كناش لقيناك في كان على ريد كاربت كنا على فكره كنت كثير متالقه انا بغيت نقولها للجمهور بلال من الاشخاص اللي ترو 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 زيليغون تبارك الله حبيبتي الله يسلمك انت كمان قاعدين نشوف في طلتك على على الريد كاربت بكان وفاتي جمالي يمكن من النجمات المميزات اللي ايضا لبسوا القفطان المغربي على الريد كاربت هذا شيء كثير حلو وكيف تفتخري كنت بغيت البس اليوم قفطان مغربي ما لبستوش مي البس من عند رامي سلمون ان شاء الله يكون حلو حلو كثير حلو شو خلود بدنا نسمع شيء شو بتسمعوا يا حبيبي انت اي شيء تقوله اكيد حلو المايسترو عند المايسترو ميت نور طيب راح اغني لكم اغنيتي ميت نور ذكرتك والسما مغيمة عليك الروح محتارة ذكرتك والسما مغيمة عليك الروح محتارة مدر الدمع من العين مدري سوريا مطارة وينك وينك ما إلك عنوان اسمك ضاعت أخبارة لو البحر يبعدك عني لسوي 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 بيروت عمارة وميت موت وحتى ضمك بحضني وميت موت وتحت البيت طيفك عيني وميت موت وحتى ضمك بحضني وميت موت وتحت البيت طيفك عيني ودايم
شعلاني بجسمي كله والفيني سالي يلا شروحي مليانه وش روح قلبي تقويني اعصابي تلفاني والفاس بسطر سكاكيني خان الامانه والفي ضميت وحديني خان الامانه عيوني مكيانه وش روح قلبي تقويني اعصابي تلفاني والفاس بسطر سكاكيني خان الامانه والفي ضميت وحديني شكرا خالد. راكينو شو رايك هيك نروح في كزدورة على البرج العاجي بتاع الاميره يليق بالاميره تفضلي يا ايوه هيدي فقره لمن تقول بنشوف راكين في عندنا شيء على اليمين لو سمحتي يا. ألورا يا الله شو الأخبار؟ تمام كله تمام؟ سافا 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 يلا محضرين لك الشباب هيك شوية أسئلة لمن تقول نشوف أول شيء لمن تقول راكين أنت أو أنت أستاذي أو أستاذتي؟ يعني أي حدا ساهم بأنه يعلمني إشي ما يعني كل حدا علمني من اساتذتي وانا صغيره لكل اساتذتي الدراما اللي حطوا انبوت يعني بشخصيتي ويعني كلهم بس ما في حدا يعني معين كل حدا علمني كلهم اوكي اساتذتي اوكي لمين بتقول راكين حبذا لو اقف امامك حتى ولو بدور صغير كثير في ممثلين يعني انترناشنال وهذا بس انترناشنالي انا امنية حياتي اني اوقف قدام ميل ستريب يعني ما بعرف بحلم كثير بس الله هاي وبالفنانين العرب يعني كان نفسي كثير انه مع الفنان الراحل احمد زكي كان احمد زكي كان يعني الله. من امنياتي من انا وصغيره اني يعني اقدر اوقف قدامه او حتى اقابله يعني حلو يا بس في كثير ناس يعني بالاردن من الأردن أنا تقريباً تعاملت مع كل الممثلين بالأردن يعني مثلت معهم كلهم بس الأكثر واحدة بحبها وقريبة على قلبي كتير يعني هي الفنانة الرائعة نادر عمران يعني بحبها كتير وهي أستاذتي هي رائعة شو علمتك أكثر شيء؟ يعني تعلمت منها أنه الواحد كممثل هلأ ممثل المبتدئ دائماً بيستند على حاله وهو بيعمل الشخصية تعلمت منها كيف الواحد يلاقي to use his imagination ويتعلق يعني يشوف يحرك خياله لحتى يخلق شخصية جديدة منفردة حلو. حتى لقدام ما يكرر حاله يعني احنا انا كممثلة كتير عندي خوف اني انا اضلني اطلع بنفس النمط او بنفس الشكل فهي من الناس اللي دائما كل ما تقدم شخصية بشوف حدا جديد كأنه مش هي فانا معجبة كتير فيها وانا يعني تعاملت معها بالمسرح وعندنا فرقه اسمها فرقه رؤى المسرحيه اشتغلنا مع بعض كثير استمتعت وانا بس بتطلع عليها وهي عم تشتغل عدا انه تدربنا وهي دربتني بالمسرحيه وهيك ف حلو يعني شو اللي برايك بيميز المدرسه الاردنيه لتسيل لانه بنعرف المدرسه اللبنانيه والستايل اللبناني في التمثيل ستايل السوري او المدرسه السوريه المدرسه المصريه بالاردن ايضا في عمالقه في التمثيل شو الستيل انا بالنسبه لي هي مساله التمثيل ما لها علاقه بانت سوري لبناني اردني في مدارس عالميه للتمثيل انا درست تمثيل مش بالاردن درست ببريطانيا وبعدين رجعت كملت يعني بالاردن اشتغلت مسرح وتلفزيون وسينما مؤخرا ما في مدرسه معينة التمثيل كل شخص
أو كل ممثل له طريقة وكل الطرق بتزبط. يعني في ناس مدرسة ستانسلافسكي، في ناس بريخت، في ناس تشيكوف، مايزنر، في كتير مدارس للتمثيل، في ناس مدرسة العلاقات، وفي ناس بس بحسوا. يعني في ناس ما حتى بتبعوا أي نوع من أنواع مدارس التمثيل. يعني كل الطرق تؤدي إلى روما. كل الطرق تؤدي إلى روما. لما بتفوتي بالدور بتطلعي منه بسرعة؟ حسب، يعني في أدوار شوي مرهقة بتكون نفسيا، يعني مثل فيلم 3000 ليلة، يعني كتير كان مرهق شوي، الواحد هيك فات بحالة اكتئاب، بس يعني الحمد لله لهلأ يعني عم بقدر أني أحاول أفصل. أوكي طيب، لمين بتقول راكين لا؟ لا بحكي لا لأي حدا بيحاول يشوه صورة العرب أولاً، لا للحرب، لا للدم، لا لكل اللي قاعد عم بيصير هلا بالوطن العربي اكيد، يعني شيء مؤسف جدا، فلا والف لا. لا والف لا. حلو حلو. لمين بتقول راكين ستظل محفورا في قلبي الى الابد؟ ستظل محفورا في قلبي الى الابد، اللي هو بده يكون اكثر حدا اثر علي بحياتي بشخصيتي، اللي هو والدي، انه هو يعني الله يخلي لي اياه، هو رح يضل محفور بقلبي للابد، ووالدتي طبعا. بس هيك والدي كثير، انا حتى بشبهه بالشخصيه يعني، وحدا كثير اثر فيه. تحياتنا اكيد لكبير الاعلاميين وكبير المراسلين الرائع زميل سعد السلاوي، لانه انا اول ما بلشت في الام بي سي كنت هالقد هو كان ما شاء الله عليه رائد ومراسل رائع، يغطي أحداث كثير سواء عربية أو عالمية، فأنا نقول هذه الموهبة من وين إجت؟ أكيد إجت من واحد كبير مثل زميلنا سعد السلاوي، اللي أكيد بنحييه وربي إن شاء الله يعطيه الصحة ويطول له في عمره. Thank you. تسلم. شكرا راكين. وهيك كانت هيك جولة خفيفة ظريفة، فما زال عندنا أشياء تانية نحكي فيها، لكن رح نروح على فاصل قصير ونرجع، ما تروحوش بعيد. وجه الخير، تفضلوا. مكملين معكم في بي لايف والتصاميم اللي شفناها. نرحب بمصممتها هنادي عبود، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. شو الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. كيف مع رمضان؟ اجاكم كثير اوردرز لعبايات؟ يلا الحمد لله انه خلص هالشهر الكريم وصمناه. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. كان متعب الصيام ولا متعب شغل؟ لا متعب الصيام والشغل، لا متعب بالنسبة لي، ما عندي في تعب. اه والله؟ حلو. شو حضرتوا لنا هيك لرمضان؟ كان في اوردرز خاصين؟ نحن شهر الكريم كنا مشغولين فيه للديفيلي اللي راح يصير ب 16 شهر بمدينة مراكش. راح يكون ضمن ايفنت لملكة حسنوات العرب، اندعت كمصممة لبنانية تلبس الملكة. حلو حلو. اوكي طيب، فيري جود، فيري نايس. رح تروح المغرب، رح تروح على مراكش. مرحبا بك. لا فيك. فتي بتحلمي شوية لعالم عرض الأزياء والجمال؟ لا مش كثير. هو أنا بالنسبة لي عروض الموديلينج ولا مسابقات الجمال هي خطوة، مرحلة. دونك ما يمكنش نكون ممثلة ونرجع ندير مسابقات جمال، ولا لا، هو الواحد كيتقدم في 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 شغله في مراحل ديال الشغل ديالو. دونك بالنسبه ليا سي دي سوفينير زوينين.
حلو. طيب هلا دي هذه كوليكشن اخر شيء راح يشوف هذا بتشاركي فيه بالعرض ولا في اشياء ثانيه؟ في اشياء ثانيه طبعا. اوكي. هيدي التصاميم عملتها ضمن فاشن شو انعمل بشهر 3 بمدينه سور ضمن منطقتي يعني، بس اكيد انا محضره شيء للملكات سبيسيال شوي، وهول التصاميم شوي تعدلوا كرمال الشهر الكريم يعني. حلو، مكملين معكم لكن اذا في اتصال ناخذوه. الو مساء الخير. الو مرحبا. الو الو. كان معنا محمد من مصر، محمد. طيب انقطع الاتصال، معلش. نذكر المشاهدين بسؤال مسابقتنا، هو مقطع قصير من أغنية، حابين منكم تعرفوا هي لمين أو إيش عنوان الأغنية. لمين غششتكم وقلت لكم لمين، نسمعها مع بعض. فوالا، شو في اتصال؟ ألو مساء الخير. مساء الخير بينا. مساء النور والسرور، يا أهلا وسهلا. صحة رمضانك حنوني. الله يسلمك، صحة رمضانك انت تاني. صحة رمضان هذوك الضيوف اللي راهم عندك. هما بيسلموا عليك ويقولوا لك صحة رمضانك. وسانشا جانيت. وهي تاني نوصلوا لها سلامك. صحة رمضانك. وحشتك في بلادك. الله يسلمك ويعيشك، العيد ان شاء الله نكون معكم باذن الله. انا نبيلة من الجزائر. مرحبا يا نبيلة، تحبي تشاركينا؟ حبيت برك نقول لك اهداء برك الاخضر. بيان سور، تفضلي. حبيت وكان ضيفت الملكة أحلام، نحبها بزاف. أكيد كلنا بنحبوها. سلم عليها بزاف بزاف. إن شاء الله ربي يسلمك، شكرا لك يا نبيلة. وصحة عيدك. ربي يسلمك ويحفظك، عيدك مبارك سعيد. عامر خبرنا، بعدنا مولوعين بركوب الخيل؟ دائما طبعا. دائما لا. بتحسوا شو ثيرابي لإلك؟ ايه يعني هي من انا صغير دائما عندي نظره باتجاه الفروسيه. يعني هذا هيك بحسه شيء من وقت ما كنت طفل، كنت احس حلمي اني يكون في يوم من الايام هيك امير فارس. هذول عرفت كيف الاطفال شو بيحلموا، مثل ما البنات بيحلموا يكونوا اميرات. أيه. بالنسبه لي كان الفروسيه هيك شيء اساسه هو الخيل قبل. هلا انا اول ما بلشت اشتغلت تاريخي، مسلسلات تاريخيه اكثر شيء لهيك يحقق هاي الفانتازي اللي براسي شوي. بس انا حسيتك اشتغلت بهالمسلسلات بس ما رجعت منها، بحسك هيك بتايم ماشين عايش فتره هيك كلها عايش لسه بزمن خيول و... هلا اذا بتجي تحكي يعني مثلا انه اذا بفضل انا اعيش بانه زمان، ايه بفضل اعيش بهذاك الزمن. اكيد بفضل اعيش بهذا الزمن، زمن اللي الفروسيه اللي بتقدر عن جد انت تقدم حالك صح، واللي عنده قدره هو اللي بيوصل. عرفت كيف؟ هلا ضايع القصص بكل شيء، يعني هلا انت بتقدر تعمل على الجرافيك تعمل حالك فارس وتبعتها للناس وانت قاعد ببيتك ما بتعمل شيء. صح عرفت كيف؟ ايه هذاك الزمن بحبه اكثر. راكين وين لو خيرتي باي زمن تعيشي؟ انا بحب زمان. ايه؟ بحب اعيش اي فتره كثير يعني اي شيء قديم. انا يوشولي حتى بالازياء وكل شيء بحب الاشياء الفينتج القديمه. اوكي. ممكن بالثلاثينات. اها ممكن بالستينات الشعر الهاد حتى السبعينات يعني ستينات التحرر اللي هي المراه خلص بلشت بلا صار المرأة أكثر. طيب بس بالثيرتيز يمكن كنتوا بتختنقوا بالكورسيات. هلا إجعلها صح. بس حلوين حلوين الفساتين سبيشلي الإنجلش ستايل الكورسات وال يعني طبعا واو الميد إيفل. الله 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 يعني شو يا فاتي؟ وين كنت تحبي تعيشي بأي فترة من أي فترة؟ بصراحة أنا نبغي نعيش في الفترة اللي عايشين فيها الآن ونبغي ديكوفغيغ حوايج جداد نكتشف حوايج جداد. خالد وين مع الصنباطي مع محمد فوزي مع مين؟ لا ايامه كان كثير حلوه. أي. بس انا بتمنى كنا نرجع 7 سنين لورا ونثبت قبل ما يكون اي مشاكل بالوطن العربي. يا ريت يا ريت فينا نعمل يعني كنا كثير مبسوطين كثير كنا مرتاحين. كنا انا كنت اطلع المانيا اطلع سويسرا اطلع اي بلد بدي فيزا اخذ فيزا يعطوني اياها سنه. هلا ما فيني سوري يعني اذا بدي اروح على المطبخ بدي فيزا
يا رب ان شاء الله الناس تاخذ درس وعبره انه احنا ما بنعرف قيمه الشيء الا لما نفقدوه. بالضبط. يا ريت الشيء اللي بيكون في ايدينا نحافظوا عليه. اتمنى المشاهدين هيك بهالشهر الفضيل يدعوا يعني من قلبهم لشيء يكونوا بتمنوه لكل الوطن العربي، لاني كلياتنا نحن مثل مسبحه. آمين. متى ما عم تفلت وحده عم نفلت كلياتنا ورا بعض بس ما عم نحس. صح صح. هذا الشيء انحكى من قبل، ما راح احكي مين حكى، بس يعني فعلا هذا الشيء سيء جدا على كل الوطن العربي. جدا. يا ربي. نقولوا الو، مساء الخير، مرحبا. الو، مساء الخير بك. مساء النور والسرور، تفضلي. معك صابرينا من الجزائر. مرحبا يا صابرينا، وش راكي؟ لاباس الحمد لله، انتم غايه. سافا لاباس. لاباس الحمد لله، انا حب الضيوف اللي راهم معك. ربي يسلمك وهما تانيك بيسلموا عليك. شاركي معنا يا صابرينا؟ حبي تشاركي معنا في المسابقة؟ ممكن شارك. ممكن، يلا. هذاك المقطع اللي عزف عليه المايسترو سمعتيه ولا لا؟ لا سمعته ديما تعرفوه. هذاك المقطع بس احنا حابين نعرفه، اذا هو هي طبعا اغنية للسيدة وردة، هل هي في يوم وليلة وحشتوني ام رحالة؟ وحشتوني في يوم وليلة أو رحالة؟ غشش يا خالد. هذه أغنية ثانية. طيب، الرقم الذي اتصلت به غير موجود في الخدمة. الرجال اتصال. طيب صابرينا، بما أنك اتصلتي راح ندرج اسمك في السحب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله تكوني من الفايزين. العارضات جاهزات، نشوفوا مع بعض باقي التصاميم، تفضلوا. تفضلي خبرينا. هذا فستان كوب تيران دونتيل طليانه مشغول برودري بطريقه معينه وسينيات دونتيل، معتمد على قماشته اكثر من القصه سامبل يعني مثل ما انك شايفها. اخر اوتفيت معنا لليوم. هلا هو رغم مخبى الفستان ما نلفت نظر، لانه الفستان الكات من فوق كثير حلوه. هيدا الدانتيل برودي فرنساوي وسينيه كمان تيسو وكله برودري مانويل. اكيد انتم بعد الشهر الفضيل حيكون عندكم كمان مهرجان حافل من الطلبات والاعراس والموسم. الحمد لله. نحن دائما موسمنا ببلش بعد الشهر الكريم تقريبا. جزات لبنان غالبيتها بتكون بالصيف. اوكي اوكي تخبيا. فاتي خبرينا، شو في عندنا بعد الفيلم التركي مع تركيا؟ في عندنا مشاريع ولا؟ ان شاء الله عندي عروض. وما بغيش نهضر بزاف المواضيع، ان شاء الله نخلي احسن نخدموا الناس يشوفوا ان شاء الله الافلام جاية مستقبلا. امتى المفروض الفيلم يشوف النور؟ في العيد الاضحى. عيد الاضحى. اوكي يلا، كلنا متشوقين ان شاء الله نشوفوه وتقدمي فيه ان شاء الله ينال اعجابكم. يا رب ان شاء الله. ركينو، شو في عندنا بعد رمضان؟ ان شاء الله عم بستنى فيلم المختارون للمخرج علي مصطفى، رح ينزل ان شاء الله اخر السنه. حلو. فيلم معمول بطريقه جديده كثير. و شو از ات هورر موفي؟ فيلم رعب؟ بوست ابوكاليبتيك، بيحكي عن نهايه العالم. اوكي. وعن لما يصير بطل في مي ويبطل في هاد، والناس اللي رح يكون مين فيهم المختار اللي هم. يعني بديش احكي كثير احرق، بس فيلم مشوق جدا، اكشن يعني حلو. اوكي، هون كمان في اكشن عندي. ثانك يو. اوكي. علي مصطفى طبعا من المخرجين المميزين اللي عنده رؤيه جديده واحدث هيك نهضه جديده في السينما الخليجيه. بينفع كمان ممثل يعني، ما بعرف هو هو الاثنين ممثل ومخرج. ما شاء الله هو وسيم، وهو مخرج كثير يعني عارف كل شيء براسه، عارف الشوتس، عارف
عارف شو بده يعمل وعارف شو الممثل بده منه بالضبط، فهي ميزة كتير حلوة فيه. وحلو وحلو أيضا كيف الانتاجات الخليجية بتدعم بعضها، لأنه أي عمل بيعمله موجود في كل المهرجانات العربية العالمية from A to B من أبو ظبي to بيروت أيضا شفناها في الكثير من المهرجانات، فيا رب إن شاء الله يكون عنده نفس الحظ. الفيلم عامر شو في عنا؟ حاليا تقريبا بعد العيد مباشرة عندي فيلم سينما مع الأستاذ نجدت أنزور اسمه رد القضاء، بدأ التصوير فعليا. نجدت وينه؟ بسوريا عم بيشتغل عم بيصور. عن جد استقبلت هلا بلش هو تصوير فعليا، بلش بلوكيشن برا اللوكيشن الاساسي، يعني بلش من المشاهد الخارجيه، بعد العيد فايتين احنا باللوكيشن الاساسي بالتصوير. وعندي مسلسل هيك كمان قصص حب ثلاثيات اسمه اهل الهوى. ويعني هدول اللي انا اكيد راح يصيروا في امور ثلاثيات ورباعيات وخماسيات. عم تلقي رواج ولا عم تلقي رواج كثير طبعا، يعني بالنهايه الناس ما حد هلا مثلا شوف حتى برمضان 30 حلقه قليل بتلاقي اللي بيقعد 30 حلقه، يعني غالبا بيقعدوا بيكملوا على اليوتيوب او شيء، عارف كيف؟ ما بيقعدوا. الثلاثيات او خماسيات او سباعيات عم تكون انه مسلسل خمس حلقات بتفرج عليه وخلصت، يعني فعليا ما انك مضطر تقعد 30 حلقه بالنهايه، هو عم يكون مسلسل يعني خماسيات ست قصص ب 30 حلقه. فانت راحت عليك وحده بتقدر تشوف الثانيه، ما بروح عليك المسلسل كله. صح فماشي، يعني مدرسه الحب اخذ ضجه كثير كبيره بهي القصه، هو 60 حلقه يعني بس ثلاثيات. حلو حلو. خلود شوفي عنا بعد رمضان ان شاء الله. انا هلا نزلت الاغنيه تبعيت بس ندعم شوي تبعيت تعبان ومش بالايد. طبعا فيهم يشوفوا اعمالي كلها على اليوتيوب خالد حجار. وفي عندي اغنيه انا وبنت اسبانيه اسمها انت عربيه، راح تنزل قريبا ان شاء الله انا وبنت اسبانيه، واغنيه مصريه اسبانيه. هي اسبانيه وبتقول لها انت انت عربيه ازاي؟ انا عم بغني على البنت العربيه وهي عم بتغني على الشاب الاسباني. اوكي. فانا عم بغني قديش البنت العربيه انه قديش البنت العربيه انه هي منيحه وفيها العفه لسه وفيها الخجر وفيها، عم بوصف البنت العربيه وهي عم بتوصف الشاب الاسباني. حلو كثير، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. خلينا اول ذا بيست هنادي، ثانك يو سو ماتش، ميرسي لوجودك معنا. ميرسي لكم. بالتوفيق لك. تنعاد عليكم كمان. وعليك ان شاء الله بالخير والصحه، واكيد رح نختم بصوت خلود. شو رح سمعنا؟ عزوق بتسمعوا شيء لجورج وسوف؟ يا ريت يا ريت. طبعا. طيب احنا بس بدنا نذكر المشاهدين بانه انا كنت حاب هيدا البوكا يكون فيه اسماء اكثر باش نعملوا السحب، فيمكن نعبيوها اكثر بكره، شو رايكم؟ نعطوا فرصه اكثر للمشاهدين، لانه بيقولوا لي كان في اتصالات كثيره لكن لضيق الوقت ما اخذناهاش، فعشان ما يزعلوا مننا الناس كل الاسماء هذه تبع اليوم راح تضل، وبكره ان شاء الله راح ندرج اسماء اخرى اللي راح يتصلوا غدا، هيك بنكون اعطينا فرصه لاكبر عدد من الناس والمتصلين ليفوزوا بالجائزه اللي هي عباره عن خاتم ذهب منسع ب الماس، فهذا ان شاء الله رح يكون غدا، هذا بالاضافه الى مسابقه الموسيقار سعدون جابر اللي يمكنكم من خلالها ان تفوزوا برحله الى الجزر التركيه لمده اسبوع، تروحوا تشوفوا فاتي جمال اللي وهي عم تصور بعضهم عم يصوروا فالفيلم. فوالا دونك نشوف مع بعض مسابقه سعدون جابر. عملت لي بدر شاكر السياب شاعر الحداثه، عملت لي مسلسل حتى اني حتى انتج المسلسل، هاي الاعمال هي انتاجي وتمثيلي وانتاجي. احذروا ما قاله الموسيقار سعدون جابر لتفوزوا برحلة بحرية بين جزر تركيا انطلاقا من مارماريس. Your old man, you drifting along, leaving me here, thinking it through. Soon you'll be gone. Voilà, الرحلة من تقدمة Sail Together، وصلتوا عارفين الإجابة هي انه الموسيقار سعدون جابر باع قطعتين أرض لكي ينتج مسلسل، هذا الشيء اللي ما صارش يصير، الناس عم
تحوش وهو باع. Amazing. I love this guy. فوالا دونك على فيسبوك وتويتر ابعتوا باجاباتكم ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتم بهذه الحلقه. فاتي ثانك يو سو ماتش. ميرسي. ميرسي لك. نورتينا وثانك يو انك هيك خطفتي وقتك من تركيا على بيروت بس عشان تطلعي معنا وان شاء الله يا ربي بس يخلص العمل هيك بيكون عندنا جلسه اطول واكبر ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي كثير لك. ثانك يو. شكرا لكل المشاهدين، شكرا لضيوفي الكرام، نورتوني عن جد وينعاد عليكم خير ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد عليكم. كل عام وانت بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى كل الوطن العربي ان شاء الله بالسلامة والأمان. وثانك يو كثير على هاي السلامة على كل السارة الحلوة هاي يا رب ان شاء الله. ميرسي عامر ثانك يو. شكرا لك بلال، كل عام وانتم بخير جميعا وشكرا انك اعطيتني فرصة اتعرف على ركين. يعني حبيت كثير وان شاء الله نشتغل هيك قريبا كثير يا رب. شكرا للجميع، فرصه سعيده تعرفت عليكم، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. شكرا لكل المشاهدين، نختم بصوت خالد وملقانا غدا ان شاء الله راح تكون حلقه خاصه مميزه لانه غدا هو اخر يوم من هذا الشهر الكريم ويصادف 5 جويلية عيد الاستقلال في الجزائر. راح تكون حلقه خاصه وعنا ضيفه ونجمه خاصه جايه خصيصا من الجزائر. كونوا في الموعد، انتبهوا لي على حالكم، تصبحوا على خير. مسينا سالونا دفو من مين قدمنا نفسينا جراحونا عين عين كلام مسينا سالونا دفو من قدمنا نفسينا بس احنا من القمر يا قمر عارف ينزل انزل لنا من القمر يا قمر